You are my honey bun, sugar plum, pumpkin, pumpkin. You are my sweetie pie. You are my cupcake gumdrop, snickum, spickum. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أصدقاء. كيف حالكم؟ جئتكم اليوم بقصة جديدة وممتعة. القصة بعنوان الأسد الجشع. كان هناك أسد جائع جدا، فالتقط أرنب ولكنه كان صغير، فقال: هذا لا يكفيني، إنه وجبة ليست دسمة. فرأى غزالا كبيرا فقال: هذه وجبة أكبر وأدسم، علي أن أترك هذا الأرنب وأن أتجه نحو الغزال. فسارع ليلتقطه، لكن الغزال كان أسرع منه ونفد. وهكذا بقي الأسد جائعا دون طعام، لأنه لن يقتنع بنصيبه. العبرة من القصة يا أصدقائي: عصفور باليد خير من عشرة على الشجرة. قصة اليوم قصيرة ومفيدة. انتهى فيديو اليوم، والآن أستودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن ألقاكم مجددا. دمتم بألف خير.